نهائي أبطال إفريقيا يدفع الدراجي لإظهار حقده تجاه المغرب. عاد المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت القطرية حفظ الدراجي لإظهار حقده الشديد تجاه المغاربة بعد الجدل السابق الذي تسبب فيه. واستغل الدراجي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة نهائي أبطال إفريقيا 2021-2022 في المغرب لإظهار حقده الشديد تجاه أبناء المملكة. وإنحاز الدراجي للمصريين وخاصة جماهير الأهلي التي أطلق هاشتاغ على تويتر أبدى فيه رفضه لإقامة المباراة الختامية في الدار البيضاء، إذ كتب: كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف. وعاهد الدراجي نفسه في كل مرة سنحت له الفرصة على مهاجمة المغرب والمغاربة، مستغلا أي ظرفية يمكنه منه تشويه صورة البلاد ومواطنيها.